بداية شيخنا دعنا ننتقل إلى حسينية العقيلة مع الزميل الحبيب بوشهري إلى فاتحة الشهيد قيس المطوع. انتقل إلى زميلنا حبيب بوشهري لينقل لنا تفاصيل ما يجري في الحادثة هناك، وأيضا يتحدث مع أهالي الشهيد قيس المطوع. تحية طيبة وبعد لمشاهدينا الكرام من قناة الكوت، نرحب فيكم. حاليا نحن متواجدين في حسينية العقيلة لتعزية أسرة الشهيد قيس حبيب، ونتشرف وننتهز هذه الفرصة لنعمل هذا اللقاء مع عم الشهيد، أخيه الأكبر، وننتهز هذه الفرصة لنتعرف أكثر وأكثر عن حياة هذا الشهيد الذي شرف الكويت وصار أصبح مصدر اعتزاز ومفخرة للكويت أجمع. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والبركة. عظم الله أجوركم، الله يعطيكم ألف عافية. أحسنت، الله يعظم، مشكور ما قصرت عزيزي. طبعا العم، عرفنا عن اسمك. عبد الله أخو شقيق الشهيد قيس المطوع. خيل أكبر طبعا، صحيح؟ نعم. تقدر تعرفنا أو تتكلم لنا عن حياة هذا الشهيد؟ والله أخوي يعني كان يتمنى أول شيء هذه الشهادة، سبق وأنه راح الأربعين، غير لزيارات الأربعين هذه متتاليتين السابقتين، عرفت شلون؟ وكان يقول أنا يا ليتني ما أرجع يعني أستشهد عند الإمام هناك. وحتى حصل بعد عند أهالي الإحساء القديح والعنود هم كان يقول شوفوا أسامة يعني ما تاحت لي الفرصة، يعني أن حتى بالواتساب يدز لنا يقول أنا يا ليت أن أستشهد. وكان مسكين يعني جدا طيب ومتسامح وما حد يعني ما زعل أحد بالمرة، عرف شلون؟ بس هذا أمر الله بعد شو سوى. وإحنا الحين ما نقول يعني هذا، إحنا نحمد رب العالمين على هالموتة هذه، عرف شو الشهادة هذه يعني ينالها، يعني شلون يقول واحد حسن الخاتمة، ماكو يعني أحسن من هالخاتمة هذه. كلمة توجهها حق الشعب الكويتي في ظل هذه الأزمة اللي مرت بينا. الحمد لله رب العالمين. أول شيء أشكر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي العهد نواف ورئيس مجلس الوزراء الشيخ مبارك، وكذلك المرزوق القانم رئيس مجلس الأمة، والحمد لله أن أتاحت لنا الفرصة اليوم رحنا لهم شخصيا، عرشون وفد من الشهداء كلنا شكرناهم وما قصروا، بالعكس كانوا جدا يعني مرتاحين من عند يعني من هذه الزيارة، وبالعكس كانوا يهنوننا ويقولون انتوا يعني عيالنا، شيء يعني تدمع له العيون بصراحة من فرحتنا. انا اقول لك صحيح، وانا والله يعني لا قعدت لحالي بعض الساعات، يعني تعرف الانسان إحساس والشعور يمكن شوية يعني يضايق، بس من يقعد مع هذا يرتاح، لأن دائما يطمنونه يقولوا له هذه الشهادة، هذه نفس الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صائم مصلي بالمسجد وجمعة شهر الفضيل في حالات العبادة، أحسنت، ساجد كان بعد بالسجود وقت الانفجار، وانا كنت داخل موجود بنفس المسجد موجود، عرفت شلون؟ نعم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللي شفته، يعني شيء مهول، يعني مهول، ولكن ابليس. كلمه توجهها حق الارهاب، العاملين على دعم الارهاب. يعني ما ادري والله شو اقول لهم هذيلا، يعني اول شيء يعني
عندهم عقول ما عندهم عقول يفكرون فيها ما يشوفون كتاب الله شنو هذا اسلام يسمونه هذا حتى اليهود حتى البوذ حتى الكفار ما تسوي كذي يعني شيء عجيب شنو تفكيرهم هذا انا اقول لك تفرقه فقط هم مو اصحاب دين ما عندهم دين هم انا اقول لك ماكو دين مو اسلام هم يطعنون باسم الاسلام هذا بس هم اقول له ماكو بس يبي يفرقون يسوون مو بس بالكويت ولا بهذا في كل مكان بس هم تدمير عندهم بس تفرقة تدمير بس لا مذهب ولا شيء أبدا كلش ماكو أي دين يحلل قتل بريء يعني شنو هم الدين أصلا